السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم. السودان ديل على اليوتيوب، ندعوك للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل زعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء امس السبت حتى صباح اليوم الاحد 11 اكتوبر 2020. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار البحريني 552 جنيه، الدينار الكويتي 710 جنيه، الريال العماني 540 جنيه، الجنيه الاسترليني 300 جنيه، الجنيه المصري 15 جنيه، الدرهم الإماراتي 65 جنيه، الريال القطري 64.50 قرش، الريال السعودي 64 جنيه، الدينار الليبي 68 جنيه، الدولار الأمريكي 242 جنيه، اليورو 281 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.